طيب نروح بقى لقصة تانية. كنا من كام يوم أو من أسبوع بنتكلم عن موضوع الدلافين اللي بعد لما الوزارة عملت رسوم معينة إنها الناس اللي جاية تشوف الدلافين عشان السياح وكذا، الدلافين لوحدها بشكل كوميدي جدا هجرت وراحت لمنطقة تانية في الشواطئ. القصة دي اتكلمنا زي ما قلت لحضراتكم عنها الأسبوع اللي فات، وقلنا إنها هجرت من منطقة شعاب الفانوس بالغردقة واللي بيطلق عليها بيت الدلافين، وده بعد فرض وزارة البيئة رسوم لزيارتها، وقلنا إنها اتجهت بشكل جماعي ناحية الشاطئ لسبب غير معلوم والمختصين كانوا بيدرسوا الأسباب الحقيقية. النهاردة حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة كشف عن الأسباب وقال إن أبرز الأسباب دي إن ده توقيت ولادة أمهات الدلافين من ناحية، ومن ناحية تانية تزاوج الدلافين، علشان كده الدلافين كانت بتبحث عن مكان آمن لصغارها بعيدا عن أسماك القرش. وقال كمان رئيس جمعية الإنقاذ البحري إنه في تفسير تاني من الصيادين بيقولوا أو بيأكدوا إن الدلافين اقتربت من البر عشان تاكل سمك البربون أو العنبر، واللي دايما بيكون قريب من الشاطئ وده وقت الموسم بتاعه، وده طبعا غذاء الدلافين المفضل. فكده بقى عندنا اكتر من سبب بعيدا عن قصة الرسوم ان الدلافين دي هاجرت من مكانها وراحت للشاطئ.